لي كليون فيديل ديال مجوهرات غزة عند زكريا، مرحبا بكم. هاد المرة مرحبا بكم عند مجوهرات غزة عند زكريا اللي كتواجد في رقم واحد زنقة موسكو أحدها في أزرو. الاختصاص ديالنا هو بيع الذهب 18 كارا، كيبيعوه كاع الذايبين في المغرب، واللي مسموح لنا بطبيعة الحال اللي مسموح لنا زعما نبيعوه هو 18 كارا من غير الويز اللي كيكون 21 كارا. نمرة الهاتف 0621 24 02 46 أو 0635 30 91 17، ولكن كنأكد لكم ديما على هاد 0621 هي باش كنخدموا بزاف، الاخرى ما كيبقالناش الوقت، داكشي باش كنتعطلوا عليكم بزاف. بغيتو تتابعونا في الانستغرام ولا في لاشين يوتيوب ولا فيسبوك، ديما معكم مجوهرات غزة عند زكريا، تشوفوا اخر لي موديلات في لي فيديو في التصاور. على ما يدخلوا كاع المتابعين ديالنا مرحبا بكم كاملين، نقراو شويه لي كومونتير ديالكم. اختي جوهانا مرحبا بك، سلام. علي الحي السلام، مرحبا. فاتحة مرحبا اختي. كوثر مرحبا. الفاتحة مرحبا بكم. يلا الناس اللي دخلت بارطاجي شويه اللايف، يلا على ما يدخلوا شويه المتابعين ديالنا باش نبدلو لكم ان شاء الله هاد الحلويات اللي جبت لكم اليوم، شي حاجه كتحمق وشي حاجه بثمن مناسب جدا. كيف قلت لكم كي كتقراو الشعار ديال اللايف ديال اليوم هو كلشي يلبس الذهب، واخا هو كيكون عنوان ديالنا ديما، ولكن هاد المره كاينين دي برومو في واحد لي زونسومبل ديال 3 بياس، شي حاجه واعره وثمن مناسب خلاص للجميع، ثمن ديال الدرويش. غير حاولوا تبارطاجيو. كاين شي موز بطبيعه الحال، كاين الموز ديما، كاين الموز عند مجوهرات غزه اختي مرحبا بك. كاين شي ميزات اختي ايناس مرحبا، موجود الخير. يعني ما كان مجوهرات غزه ما كدير لكم لايف والا كيكون فيه ميزات، كيكون فيه دي برومو اللي ماشي غير في الميزات، يعني دي برومو تقريبا بحال الميزات. يلا اللي دخلت بارطاجي الناس، البارطاج راه فضلا وليس امرا. طاقيو الاصدقاء ديالكم، صيفطوا لي زامي ديالكم. احسنت مرحبا اختي. يلا انا ما نساليوش شويه البارطاج ديالكم باش نبداو لكم ان شاء الله، وقولوا لي في الكومنتير باش بغيت نبداو لكم هذا اللايف. قراو على ما تدخلوا كاملين باش نبداو ان شاء الله. يلا توصل 50 بعدا كيف ديما على الاقل باش نبداو اللايف. الناس اللي دخلات جداد مرحبا بكم عند مجوهرات غزة عند زكريا اللي كتبيع الذهب 18 كارا، اللي كيبيعوا كاع الذهبيه في المغرب، وكنديروا التوصيل لجميع المدن المغربيه. اي ارتيكل عجبك هنايا كتخلص فقط الثمن ديالو بالنسبه لا ليفريزون والتوصيل حتى للدار، يجيك فابور زائد هديه على الثقه اللي كدير فينا. على كل ارتيكل خديتيه صغير كبير كتاخذ عليه هديه. يلا نتسناكم توصلوا ل 50. عافاك اللي عجبتو شي حاجه واش يصيفط لك واتساب، وي اختي اللي عجبتو شي حاجه يسكرينيها الناس يكون بارطاجي معنا اللايف ويصيفط لنا في واتساب. نمرة الواتساب اللي هي 0621 24 02 47 باش كنقول لكم راه بالعبيد بعض المرات كيكونوا لبيزات الناس، وراه كيكونوا مناسب اللي كيبارطاجي معنا اللايف بزاف، كونوا تكون مناسب ديالكم ان شاء الله وبارطاجيو اللايف وصيفطوا للاصدقاء ديالكم باش حتى لا فامي ديال مجوهرات غزه تكبر ونزيدو حنا ديما معكم في لبيزات. يلا كنتسنى 50 غنبداو لكم اللايف ان شاء الله، واخا ما قلتوليش باش بغيتو نبداو لكم اللايف، غنقرا باش بغيتو تبداو اللايف شنو هما لي زارتيك لي زغيو. سلام بالتوفيق اختي، شكرا لك. لويز تبارك الله معامله توب لايس خير اختي. اسماء شكرا لك بزاف، شكرا على الكلمه زوينه. يلا الناس غنبداو لكم اللايف ان شاء الله، نقرا باش بغيتو تبداو. الله يحفظك احسن دايبي، شكرا لك لريختك. هاد لي كومونتير ديالكم فريمون كتشجعنا وكنقدروا الحب ديالكم لينا، وهادشي هو اللي كيزيد يخلينا معاكم في لي لايف ومعاكم في الميزات، واخا الوقت صراحه الله ما كاينش، يعني غتشوفوها غير في الواتساب ما كنردش على كلشي، كنعتذر منكم. المهم على تبركه الله غنبداو لكم اللايف ديال اليوم.
واخا ما قلتوليش شنو بغيتو براسليات تهميزات؟ لا الهميزات ما كنبداوش، ضروري شويه ديال الصبر. الهميزات خصو يدخلوا كاع المتابعين. اللوبيا ديال العنق مرحبا، نتمنى تكون شي هميزات واعرين. طبيعة الحال اختي كاين هميزات واعرين. انا نبداو لكم بعدا واحد لي زونسومبل كنفضل عاد نبدا لكم، نبدا لكم غنبدا لكم وراهم الكورنين، نبدا لكم دي زونسومبل اللي قلت لكم فيهم لي برومو، باش غنبداو لكم المائده كبيره. غنبداو لكم بهاد الجوج اللي محبوبين للجميع. بعدا ها انتم بغيت فلي بغيت نشوف لي كومونتير. بالنسبه اي لايف كتكون فيه كات فيزيت جديده ضروري الابداع كيتغير، يعني قولوا لي بغيت في التعليق عندكم، بغيت نعرف شكون كات فيزيت اللي تعجبكم. يعني حنا كناخذوا بالاراء ديالكم، يعني هذا الستيل الفوق ولا التحت، واحد ولا جوج. الا كان واحد هو الغوز هكا وهكا داير من اللور، يعني باش تشوفها. وهذه رقم جوج هكا وهكا، يعني قولوا لي واحد ولا جوج كحل ولا ابيض، شنو هو الديزاين اللي عجبكم في لي كارت فيزيت؟ خليوها لي في لي كومونتير كامل باشكم تكومونتي. غنبدا لكم انا تبارك الله لكم، عندي هذا اللي غني عن التعريف، اونسومبل ديال التروادي. هذا اونسومبل ديال التروادي، فيه لا باك كيف كتشوفوا كتجي غزاله، فيه لي بوكل. حيد باش نوريكم. عندي لا باغ بحال هكا، عندي لي بوكل اول بوندونسيف، يعني هاد الخير كامل. هادو حلقات متوسطين ماشي صغار ماشي الكبار كاع. الخاتم ها كيف كتشوفوا البوندونسيف خلاص ديال الدوام كبيره مع السلسله كتجي واعره. هادو ثلاثه البياسات البنات 2800 درهم اليوم في لا برومو عندنا 2000. هاد لا برومو ديال حنا سبقناها على ربما غنديروا لايك حتى مورا رمضان، زعما حتى لواحد السيمانه في رمضان ولا كنسبق لكم هاد لي برومو ديال البدايه ان شاء الله رمضان. هذا 2800 درهم 56000 ريال 280 اورو اونسومبل ديال 3 دي، شي حاجه غزاله وشي حاجه صحيحه وتلمس للدوام. 2800 درهم 56000 ريال 280 ديال الاورو اونسومبل غزال ويتلمس للدوام. شكرا لكم بزاف، ما كرهناش كلشي كومونتي على لاكارت فيزيت شكون الموديل اللي عجبكم. واحد واحد جوج، يعني الاراء تختلف. سياسيين شكرا. هذه 2800 درهم 56000 ريال 280 الاورو. الجرام بالنسبه للجرام اختي ديال لايف اليوم بالنسبه للقديم كيبدا عندي من 430 حتى ل 400 حتى ل 500 درهم، وبالنسبه للجديد كيبدا من هذا 2800 درهم. وعندي هذا ديال قشرة الحوت حتى هو مازال لا برومو كاينه ديال 2400 درهم 2400 درهم 48000 ريال 240 الاورو، حتى هو لا برومو ديالو مازال فيه. هو هذا الناس اللي خداوه راه غيقولوا لكم في لي كومونتير، اللي كيقول لي واش غيتعوج لا خاتم صحيح، يعني لبسوا للدوام لي بوكلها كيف كتشوفوا صحاح والبوندونسيف هايا، يعني كلشي. المهم شي حاجه اللي كترطى ولا كتعوج ولا اللي تخاف تهرس، لا شي حاجه صحيحه. ها 2400 درهم 840000 ريال 240 ديال الاورو 240 ديال الاورو 48000 ريال. هذا لونسومبل هذا فيه 3 بياس، الخاتم ولي بوكل والبوندونسيف. هذا قشرة الحوت وهذا ديال التروادي، هذا 2800 درهم وهذا 2400 درهم. هادو دوزناهم. عندي هذا ونزيدكم بالنسبه لهاد لي زونسومبل كاع اللي غنوريكم دابا، يعني ماشي بالضروره تاخذ كلشي، لا مجرد غزاك تخليك على خاطرك. بغيتي لا باك بوحدها ممكن، بغيتي لي بوكل بوحدهم ممكن، بغيتي البوندونتيك بوحدو ممكن، يعني خذ على جهدك. يعني واللي بغى الكماله من بعد نوجدوها له. عندي هذا عاوتاني حتى هو غزال كيحمق، شوف على الستيل فيه كيداير، موديل اللي قليل وشي حاجه عصريه، وكناكدكم ديما على الصح، اهم حاجه كناكدكم على الصح. هذا 3350 درهم 335 الاورو، فيه البوندونتيف ولي بوكل ولا باك، ولا بغيتي بياسه وحده من هذا الانسومبل ممكن، بغيتي جوج ممكن، يعني تاخذ على جهدك. 3350 درهم شي حاجه غزاله وخدمه موديل جديد. عندي هذا ديال الفان كليف غني عن التعريف، هذا ب 3050 درهم 305 ديال الاورو، فيه لي بوكل حتى هو ولا باك. ها هو يعني كلهم بهاد الخدمه هكا صحاح، يعني الا غتسولني على الصح، الصح انت ما غتشوفش بعينيك ولكن انا كناكد لك على الصح بلا غارونتي ديالو. 3050 درهم 305 ديال الاورو. مرحبا البنات، الرادكو ديال لويت انا غندوزهم لكم، هاد لونسومبل الغوز غندوزهم لكم. 3050 درهم
خدمه غزاله وموديل فن. نتمنى الصوره تخليوا لي واش واضحه لكم الصوره. عندي هذا الانصامبل عاوتاني يعني صبروا باش نوريكم كاع لي زارتيك اللي عندنا اليوم وان شاء الله كلشي غندوزو على السكته ديال الصبر. عندي هذا وريتو لكم خلاص، عندي هذا كذلك، هذا شوفوا هذا راه في الميزه، هذا من الميزات ديال اليوم، هذا داير 500 درهم وجديد جديد 500 درهم، هذا فيه 11 غرام فاصله 0.3، هذا لونسومبل ديال الفان كليف ب 500 درهم للغرام، الميزه هذا جديد كيدير 600 درهم، عرفتوا الفان كليف شحال كيدير؟ 600 درهم كيدير في جديد، هاد مجوهرات غزه عندي زكريا ب 500 درهم للغرام، فيه 11 غرام فاصله 0.3 ب 5515 درهم جات كنحيدو حتى ديك 15 درهم 5500 درهم 5500 درهم 11.03 ب 500 درهم للغرام. هانتوما هذا ميزه اللي عجبو البنات، هذا ما عليه غير سكرينيه ويكون بارطاجي معايا لايك وصيفط عليه في واتساب، النمره ديال واتساب 06 21 24 02 79. الناس اللي دخلت جداد مرحبا بها، عند مجوهرات غزه عند زكريا اللي الاختصاص ديالنا هو بيع الذهب 18 كرة والتوصيل لجميع المدن المغربيه، يعني وحتى توصلك الامانه ديالك عاد تخلصها. بغيتي شي معلومات النمره ديال الهاتف 06 21 24 02 79. العنوان ديالنا قلت لكم رقم واحد زنقة موسكو احدها في ازرو، ازرو كتواجد في نواحي الاطلس المتوسط حدا مدينه افران. مرحبا بكم اللي بغى يجي يزور المحل، ما عليه غير صيفطنا جا لمدينه ازرو، ما بين مدينه ازرو وافران 14 كيلومتر، جيتي لمدينه ازرو صيفطنا ميساج واتساب صيفطوا لك لوكاليزاسيون ديال المحل ديريكت. ومرحبا بك، الف مرحبا لجميع المتابعين المحل مجوهرات غزه. نزيدو لكم هذا قلت لكم ها هو، يعني نعطيكم غير عليه فكره كيفاش داير لاباك كيف كتشوفوها غزاله دايره كلها بهذ الخدمه ديال فان كليف، يعني خدمه نقيه وفينيسيون غزاله والصح اللي كيبغي الصح ها هو الصح، يعني شوفوا غليظ ومدوبل فان كليف مدوبل. هذا الخاتم هذا لي بوكل الغزالي، شوف كي دايرين عاوتاني كيحمقوا وشي حاجه وازنه، يعني كنقول لكم هذا لونسومبل كامل فيه 11.03 والثمن الغرام حاسبين له 500 درهم. هانتوما هادي البوندونتيف، يلا هذا البنات لا هذا كيمشي كامل بهذا الثمن ديال 500 درهم ديال لا برومو ديال الهميزه من الهميزات ديال اليوم كيمشي كامل 11. بقى الخاتم غنعطيكم حتى هو القياس يعني باش يمشوا الامور واضحه، يعني باش اللي بغى ياخذ عليه فكره شحال في القياس يشوف واش يجي ولا ما يجيش. يعني هذا البنات فيه القياس 1.8 1.9 يعني 1.8 كاع ديروا حساب 1.8. هاد لونسومبل ديال 500 درهم للغرام، ما قلت لكمش شحال لا قلت لكم 5500 و11 غرام فاصله 0.3 والثمن غرام 500 درهم. اللي بغاه يسكريني يصيفطوا لي في النمره ديال الواتساب. مرحبا، عندي هذا السامبل وما ادراك عشاق السامبل، غنوريكم حتى البراسليات ديالهم ثلاثه. عندي هذا لونسومبل هذا الخطير اليوم ب 3400 درهم 340 ديال الاورو، لاباك ديالو خلاص هو مدور هكا الطابع ديالو، الحلقات ديالو كيجيو لاصقين للاستعمال اليومي والبوندونتيف كتجي طويله بحال هكا غزاله. هذا 3400 درهم 68000 ريال، ولا بغيتي بياسه من هادو ممكن، بغيتي جوج ممكن، بغيتي ثلاثه مرحبا، يعني تاخذ على جهدك وعلى قدك انا مع الدرويش الثمن ديال الدرويش ونعطيوه اللي بغى، يعني ماشي لو خديتي بياسه وحده غنزيدو عليك لا، يعني غنبيعوك بحال غنبيعوك بياسه بنيت وحده ما غاديش نزيدو عليك باش حيت ديتي لونسومبل لا، حنا كنقولو لك الا عجبك شي ارتيكل من هادو ممكن تاخدو بوحدو. هذا 3400 درهم 340 الاورو، و ها البراسلي ديالهم لي براسلي ديالهم حتى هما اللي بغاهم انا حيت جبدتهم ما ناويش ندوزهم، ولكن غنعطيكم البري ديالهم. البراسليت ديالهم البنات كيديروا الثمن ديال اليوم ديال البرومو ديال اليوم غيديروا بمليون و 36000 ريال، مليون و 36000 ريال، هادو غلاط وصحاح يعني صحاحين هادو مخيرين، لا يعني استعملوهم للدوام فيهم في القياس، القياس زوين 5.8 فيهم في القياس 5.8 مليون و 36000 ريال 11800 درهم، ولكن خدمه ما شاء الله الصح والعمل، بغيتي جوج ممكن. يلا مرحبا بكم، الى عجبو شي واحد يسكريني هادو واش
كلهم مستعملين. لا اختي الحاجه اللي مستعمله راه كنقولوا مستعمله، والحاجه اللي جديده راه ما راه باينه صفراء باينه ما كنقولوهاش. يعني اللي قديمه راه كنقول لكم هذه راه هبيزه. عندي هذا ديال الجلوي حتى هو ب 3750 درهم في الجلوي غزال ديال الدوام حلقات بهذه الخدمه. الحجيرات بيان سياسي مخدومين مزيان، يعني اللي بغات شي حاجه البنات ولا بغات واحد من هذوك البراسيت تواصل معايا في الواتساب. هذا 3750 درهم، 3750 درهم. البنات حاولوا تبارطاجيو طلعوا شويه اللايف باش تزيدوكم الميزات. شحال ما وصلتوا بعد ما وصلتوا 200 عاوتاني غندوز لكم شي حاجه في المستعمل. دابا دوزت لكم هذاك ديال الاخر واخا هو جديد، حسبت لكم في المستعمل ديال فان كليب. الى وصلتوا عاوتاني 200 غنزيد نوريكم شي حاجه اخرى وحنا غادي. 3750 درهم، 375 ديال الاورو. خاتم كيجي ما شاء الله في اللبسه، شوف يعني معمر اليد وصحيح. اما واحد لي بوكل كيجيو كيحمقوا، ها انتم تخيلوهم هادو في الودنين كيجيو هكا لاصقين وكيجيو خدمه فيهم غزاله. يعني اونسومبل غني عن التعريف، اونسومبل طوندونس بثمن مناسب، وكاين الصغير ديالو غنوريكم عاوتاني واحد الصغير ديالو فيه واحد الثمن كثر من هذاك. هذا 3750 درهم، يعني بقى اخر اونسومبل غندوز لكم في هاد المرحله الاولى وغنمشي معاكم عاوتاني لي غورميت ونرجع معاكم للحوايج الاخرين. مازال لي زونسومبل الاخرين عندي. هذا خلاص ثقيل شي شويه، ولكن اللي كاين الناس اللي كتعشق شي حاجه ثقيله، هذا كان عندي بالبراسلي ويتباع البراسلي ديالو. هذا 4200 درهم، 4200 درهم، ولكن خدمه فيه ما شاء الله غزاله. حجيره شوف كيفاش مخدومين، فيها شي شويه الحجر ولكن مخدومين مزيان. خوات من المارياج موجود الخير اختي. البنات اللي ما قريتش الكومونتير ديالو عاودي كومونتي، ما كاينش المشكل، نعاود نقرا ان شاء الله. يعني كنقرا شي حاجه واكثريه كنكون كونسونطري باش كنوريكم لي زارتيكل مزيان. عندي هذا 4200 درهم، 420 الاورو، ولكن موديل واعر. هانتوما كنقرب لكم باش تشوفوا الديزاين ديالو والخدمه كيفاش مخدوم مزيان. هذا 4200 درهم، 420 ديال الاورو. هذا تقريبا غالب عليه الموديل ديال الطروادي، ولكن مخدوم بواحد الطريقه فنه. نبدا معاكم بلي غورميت، نبدا معاكم يلا قولوا لي واش بليد ولا تلعب. يلا خليو لي في الكومنتير خواتم بليز قياس 21. ما عرفتش اختي بحال اش خواتم بغيتي 21، الا قياس كبير اختي الا بغيتي في الخواتم راه عندي ديال الكلو واحد زواود فان كليف قياس 6 موجود اختي. فان كليف قياس 6 يلا انا اللي قريتو غنحاول ندوز. يلا نحاول بلا ما تقولوا لي لي غورميت واش اليد ولا العرق. اليد مرحبا، اليد تقليد ديال اليد. تسمحوا لي نوري غير لهاد السيده هاد البراسلي هذا. عندي هذا، عندي هاد البراسلي هذا غزال 5000. صبري معايا باش نعطيك الثمن مضبوط. 5800 درهم هذا، ها هو براسلي ديال فان كليف البنات. انا دوخني هاد الثمن صرا نعاود نهضرو ونشوف واش هاد الثمن حقيقي رخيص. يعني 5800 درهم، 5800 درهم هاد براسلي ديال فان كليف وريضات، يعني الستيل جديد. ها انتم 5800 درهم. يلا اللي بغا البنات يتواصل معايا من هاد الواتساب. 5800 درهم، 116000 ريال، 580 الاورو. ها انتم القياس، حتى القياس دوره كبيره يعني ماشي دوره صغيره، فيه 6 سنتيم. هانتوما في القياس القطر ديالو 6 سنتيم، 5800 درهم، 5800 درهم، 580 الاورو، قياس 6 سنتيم. والفان كليف الاخر يعني مول هاد الزواقه في الجناب بحال هكا، ديزاين الغزال كيعطي واحد لوشارم فن في اليد. وعندك الفان كليف وريضات هكا، وحده حده وحده قراب يعني ماشي بعيد وصحيح. 5800 درهم، 580 الاورو. وعندي خلاص انا غنمشي معكم نقول ما تهضرماش. عندي خلاص محبوب الجميع الكلاش هذا ديال الشركه، يعني شوفوا لا فينيسيون راه كتختلف، كاين العادي وكاين الشركه. ها انتم شوفوا الخدمه من الداخل غزاله، ولا فينيسيون من هنايا ولا يعني ما كتلقاش ديفو، يعني تبارك الله كدوز يدي كتحس بلا فينيسيون الخدمه. هذا ديال الكلاش، عشاق الكلاش ها هو. غنعطيكم الثمن ديالو الكلاش البنات، 5800 درهم حتى هو، 5800 درهم بحالو بحال ديال فان كليف.
براسليات غزالين هاهو 5800 درهم براسليات كيحمقوا الكلاش والفان كليف يعني هادو. قولوا لي الناس شنو عطوني في الكومونتير ديالكم باش نعرف لي موديل اللي كيعجبوكم بزاف. عطوني ما بين هادو هما بجوج بهم زوينين ما شاء الله هادشي معروف، ولكن بغيتكم تقولوا لي نعرف شكون اللي عنده المعجبين بزاف. واش الموديل ديال الكلاش؟ الا كان الكلاش كتبوها لي في كومونتير الكلاش هذا موديل ديال الكلاش، نشوف شكون اللي كيعجبو بزاف، واش الكلاش ولا الفان كليف ولا الفان كليف. يعني هما بجوج زوينين ولكن اختار واحد. واش الفان كليف رقم جوج؟ واش الكلاش رقم واحد؟ ولا كتبوا لي الا كان الكلاش كتبوها لي في كومونتير، كان الفان كليف كتبوها لي في كومونتير. نعرف شكون اللي غيغلب في هاد جوج براسليات الغزالين اللي هما طوندونس هما الوحيدين اللي مختلفين على لي براسلي الاخرين. يعني جايه الزواقه الدايره كلها كشي باش هما الثمن ديالهم كيكون شويه طالع، حيت الزواقه ماشي سامبل من التحت الزواقه من الفوق، لا كيف لتحت كيف الفوق داير كل موديل واحد. هو بوجودنا اختي خوات ب 21 كارا ديال العيالات راه كاين شي حاجه يبقى البنات بالنسبه لي كتسوني عليا ما نقدرش نجاوب دابا حيت يعني راه ما عنديش كي ندير، راني مشغول زعما ما عنديش كي ندير نجاوبكم. يعني اللي بغات شي حاجه تخليها لي في الكومونتير نجاوبكم دابا راه ما عنديش كي ندير. داير لايك عندي هذا الكلو خلاص غني عن التعريف، الكلو بالحجيرات غزال قياس، ولكن ماشي هادشي ماشي هو الجديد فيه، الجديد فيه هو الثمن والصح ديالو قياس 5.7 الثمن هو اهم حاجه. دابا الكلو راه موجود ولكن الثمن اللي داير لكم اليوم داير لكم واحد الثمن غزال 3100 درهم، هذا ديال الحجيرات وصحيح 3100 درهم 3100 درهم نورمالمون البراسليات ما كتبتهمش ندوزهم، غير طلبتهم لي في الكومونتير انا دوزتهم، دوزتكم هاد الثلاثيه هادي تشوفوا. ها انتم هاد الثلاثيه خطيره جدا توب دي توب ديال لي موديل. ها كي كنقولوا هادو ما بغاوش يساليو وما بغاش يدوز الوقت ديالهم. نمشي معاكم في لي غورميت، قلتوا لي غنبداو معاكم، اسمحوا لي غنبداو معاكم الغورميت من وحده لوحده. عندي هاد الديزاين هذا جديد كيجي معمر تبارك الله اليد، كيجي معمر اليد بهاد الخدمه هكا غزاله. انا ندير لكم في اليد كاع تشوفوها كيفاش غتجي، كتجي واعره. هادي دايره 7000 درهم البنات، 7000 درهم 140000 ريال 700 ديال الاورو. ها انتم شوفوا على السداده فيها ما شاء الله غزاله، شو على قفل نمره الواتساب البنات 0621 24 02 49. حنا مجوهرات غزه عند زكريا كنتواجدوا في رقم واحد قسم مسكو احداث ازرو، كنديروا التوصيل لجميع المدن المغربيه، كنبيعوا الذهب 18 كرا اللي كيبيعوه كاع الذهبيه في المغرب. قلت لكم عندي هذه 7000 درهم 700 ديال الاورو فيها خدمه غزاله، وانا وريتكم كيفاش كتجي في اليد مع واحد القفل ما شاء الله شي غليظ، يعني ما تخافش يطيح ولا شي حاجه. هانتم يعني ديزاين غزال فيها 7000 درهم 140000 ريال كنظن هي، وهذا الموديل كذلك هادي 6800 درهم، هادي عاوتاني 6800 درهم فيها كتلبس هادي خلاص واقيلا كنظن على جوج جهات كتلبس على هاد الجهه هادي 6800 درهم 680 الاورو 136 ريال، كتلبس على هاد الجهه وكتلبس على هاد الجهه يعني لبسها كيما بغيتي. هادو موديلات غزالين موديلات ممتاز ماشي ذهب عادي، هادو خدمه ممتازه هانتوما. يعني شوفوا تبارك الله لا فورم مع الثمن مع لا فينيسيون، هادي 7000 درهم هادي 6800 درهم، هادي كتلبس على هاد الجهه وعلى هاد الجهه، وهادي فيها الزيادة والنقصان هاهي. يعني إلا ما جاتكش هنا تجيك هنا تجيك هنا، يعني اختار القياس اللي بغيتي. شوفوا على الستيل فيهم واعر، غنردهم هادو هاكا باش نمشي معاكم للآخرين. عندي هادي البنت اللي سولتني على هاد الموديل، ها هو عندي هادي البنات دايره 6600 درهم. شوفوا تبارك الله هاد لافورم كامله ب 6600 درهم، هادي 6600 درهم فيها 12 ديال الغرام 6600 درهم، غورميت غزاله ما شاء الله 6600 درهم هاد لا غورميت
يعني كيف كتجي تشوفوها في اللبسه كتجي احسن. هانتوما 6600 درهم 12 ديال الغرام هاد الكوميت 660 اورو. بالنسبه للقياس اللي درتو لي على هادي القياس كنظن كيكون فيها ستوندار، القياس كيكون فيها 20 سنتيم، هادي كيكون فيها 20 سنتيم اختي. يعني نزيدكم بهادو ولا بركه لكم. يعني هادو راه عندي فيهم ثلاثة، نحاول نشوف واش اذا كان متقارب الثمن ما ندوزهمش بثلاثة. وعندي هادي ب 5600 درهم، هادي ب 5600 درهم، انا نحطهم لكم كاملين باش تشوفوهم. عندي هاد الثالثه هادي اللي شي شويه زايده عليهم ولكن ماشي بزاف. ها انتم هادو غورميطات ديال اليد 5600 6600. هادي نعبر لكم نعطيكم التفريق شحال، هاديك زايده قريبه واخيرا 12 غرام ونص. هاديك دايره 6800، هادي 6800 درهم، هادي 6600 درهم، وهادي 5600 درهم. غورميطات غزالين، ها انتوما كيف كتشوفو. احسن ثمن يستاهل المتابعه. شكرا لك اختي بزاف، والشراء بالعين مغمضه بطبيعه الحال اختي، هذه هي اهم حاجه في الثقه. هاد المجوهرات غزه كتاخذ الحاجه بعينك مغمضه، يعني اللي صحيحه راه صحيحه، اللي خصها شي حاجه راه خصها شي حاجه، يعني كتاخذها بكل صدق. الحمد لله. هذا باش تعرفنا بالاثمنه المنخفضه، الجوده العاليه والاثمنه المنخفضه. هادو غورميطات غزالين ديال اليد، اللي بغاهم عليا غير يتواصل معنا في نمره الواتساب اللي هي 0621 24 02 46. يعني نحيدوا هاد لي غورميط باش ندوزو لكم الاخرين. نتمنى الناس يكون الوقت ديال اللايف انه كيناسب الجميع، كنظن شي شويه غتلقى النقص ديال الجاليه، ولكن هذا زعما هذا هو جهدي. علاش انا ما كنبغيش ندير لكم لايف كل سيمانه، كندير لكم 15 يوم 15 يوم، حيت الوقت ما كيبقاش. عندي هادي ب 6070 درهم، فيها 11 غرام فاصله 03، 6070 درهم 11 غرام فاصله 03. وعندي هادي ب 5150 درهم، هادي 5150 درهم، وهادي ب 6070 درهم 6070 درهم، هادي ب 5150 درهم، مرحبا اختي لولا، ومرحبا بكاع الجاليه، ومرحبا بالناس المغرب من طنجة حتى الكويره، مرحبا بكم. بكرهناكمش، عطيونا شويه ديال الكومونتير زوينه اللي تزيد تشجعنا نوريكم الهبيزات، والبارطاج لان البنات بارطاجيو معنا اللايف، وعطيونا لي لايك الا كان عاجبكم، والقلوبه باش نعرفوا اللايف انه عاجبكم. وصلت ل 200 اختي، مازال ما وصلتش ل 200، وصلتوا ل 200 ندوز لكم شي حاجه في المستعمل اللي موعدكم. وعندي واحد الثلاثيه غندوزها لكم واقيلا في المستعمل غزاله. هادو قلت لكم 5150 درهم 6070 درهم، يعني باش كلشي يتقلق، يعني كلشي يصبر. اللي بغات شي حاجه معايا غير تخليها لي في الكومونتير شنو بغات، وان شاء الله انا نوريها. يعني اليوم درت لكم غورميطات بثمن زوين، ولا ولا فورم، يعني لابس غورميطا ديال 7000 درهم ب 5000 درهم. هنا كتدخل الاحترافيه ديال الصنايعي، هادي ب 5300 درهم. شوفوا دابا تبارك الله هاد لا غورميط ديال الاس ب 5300 درهم، وشوفوا لا فورم، وشوفوا البليكات ديال الاس قداش، يعني غورميط باينه تبارك الله ما شاء الله. يعني تبارك الله اذا كانت شي يد عامره، يعني راه غيبانوا لها هاد البليكات ديال الاس كاملين فيه، كتجي غزاله ب 5300 درهم فقط، 530 دولار، يعني موديل واعر. اختي ليلى بالصحة والراحة، مرحبا بك، مرحبا بالناس الرشيدية. عندي بالنسبة لهاد لي سامبل عاوتاني، ها هو ثلاثة ديال لي سامبل راه ندوزهم لكم. هادي فيها 16.65،
عندي هذه فيها 16.65 كتقام 9150 درهم، 9150 درهم، 9150 درهم، 9150 درهم. هاد لاكوغميت سامبل. وعندي هادي، هادي اللي غنحط دابا فيها 20 غرام عاوتاني. هاد الوسطانية فيها 20 غرام، ما شاء الله، يعني شي حاجة الفخامة. 20 غرام، 20 غرام كتقام هادي ب 10800 درهم. هاد الوسطانية ب 10800 درهم فيها 20 غرام، يعني أي وحدة كنحط في يدي راه كنقول لكم الغرامات ديالها. هادي ب 7500 درهم. آخر وحدة غنحط هي هادي اللي كتشوفوا ب 7500 درهم. هانتوما غورميطات ديال زينة وخزينة الذهب الأحمر. يعني هادو غورميطات ديال اليد اللي كانوا عندنا في البلدي. هادو غورميطات اللي كانوا عندنا في البلدي. نقرا شويه ديال الكومونتير ديالكم. مرحبا بكم الناس كاملين اللي عاد دخلوا جداد، مرحبا بيا عند مجوهرات غزه عند زكريا. هانتوما مرحبا بكم عند مجوهرات غزه عند زكريا. اللي بغى شي معلومات على المحل ديالنا، كيتواجد في رقم واحد زنقه موسكو هدف ازرو. ازرو كتواجد في نواحي الاطلس المتوسط حدا مدينه افران. الاختصاص ديالنا هو بيع الذهب 18 كاره، كيبيعوا كاع الذهبيه في المغرب، والتوصيل كاين مجاني لجميع المدن المغربيه. نبدا الهاتف 0621 24 02 او 0635 30 91 17، ولكن اكدوا لي على الاولى ديال 21. كاين الميزات، مرحبا بارطاجيو باش تشوفوا الميزات. عندي هاد الاونسومبل عاوتاني زوين، كنتو سولتوني عليه داك النهار في اللايف وما بقاليش الوقت ندوزو لكم. نعمرو هذا بقى بلا لاكوغميت، واللي بغى لاكوغميت راه غتكون عندي ان شاء الله نهار الخميس. البنات بالنسبه نعطيكم واحد القضيه بالنسبه لهذا اللي غنوريكم للرويال. الرويال راه فيه جوج خدمات، فيه خدمه هذه الناس اللي خداو راه عارفين. غنعطيكم الاختلاف ديال الرويال فين كيكون. اول حاجه كتكون في القفل، فهاد السداده هذه الرويال العادي ما كتكونش فيها السداده هذه. ركزوا معايا في الامور مزيان، ما كتكونش عنده، يعني ماشي كنطيح انا من القيمه العادي، ولكن لا غير باش تعرفوا كل حاجه بثمنها. يعني حتى الاخر راه كان عندي، دوزت لكم في واحد اللايف كانت الفرق ما بين هذا وهذا، راه حطيت لكم جوج غير باش نفرق لكم. هذا الخدمه حقيقيه كتلقاها ثمن في هذه التوجيهات ديالو هكا، يعني مسدوده ما حلولينش السنينات ديالها. كيف كتشوفوا هذا اونسومبل كامل، اونسومبل ملكي، اونسومبل رويال. لا باك ديالو ولي بوكل يعني اونسومبل رويال حقيقي، كيتقام 22800 درهم. هذا ب 22800 درهم البنات، 22800 درهم فيه الكوليد العنق ولي بوكل تبارك الله ما شاء الله، والخاتم الصح والعدل. 22800 درهم، 22800 درهم هاد لونسومبل هذا، فيه 38 غرام. الناس اللي كتبغي تسمع غرامات 38 غرام، اي كيتصاوب اختي، اي حاجه كتصاوب دابا، اي حاجه كتصاوب ولا كان المعلم مزيان يعني يصاوبها لك، ما يخليلكش دي فوكا فيها. يعني دابا اي حاجه ما حدا انها كتصنع، والا انها راه عندها الحل. حلقة رويال هاد لونسومبل، اللي بغيتي منو شي حاجة ممكن تاخد منو شي حاجة. اللي عجبتك اختي عزيزة تاخديها، اتصلي بينا في الواتساب، خلينا النمرة ديالك وصيفط لنا ميساج وغيعبروا لك الدراري ويعطوك الثمن ديال كل حاجة ان شاء الله. واش خلوني نسالي معاكم بعدا لي زونسومبل اللي درت لكم فيهم لي برومو ديال اليوم. غنمشي معاكم بواحد لي زونسومبل الاخرين، نسالي لي زونسومبل وعاد نشوف داكشي اللي بغيتو، حيت هما بروموسيون اليوم ديال لي زونسومبل. داكشي باش عندي هذا تبارك الله اونسومبل كامل ب 2950 درهم. عطيتكم الثمن قبل ما نوريكم الاونسومبل،
ولكن اونسومبل غزال 2950 درهم 59000 ريال. 2950 درهم فيه ثلاثه ديال البياسات لا باك كيجي بهذه الطريقه غزال لي بوكل والبوندونتيف اللي بغا ياخذهم لشي بنت ديالو كادو في شي عيد الميلاد او في شي نجاح. ها هو لونسومبل ب 2950 درهم لي بوكل. ولا علاش ما كندير لكم السلسله؟ حيت السلسله كتبقى اختياركم، كلها كيفاش كيبغي السلسله، يعني كاين اللي كيبغي رقيقه، كاين اللي كيبغي غليظه، كاين اللي كتكون ديجا عنده، يعني انت خذ اللي عجبك ولا ما بغيتيش كامل ممكن تاخذ غير البياسات اللي بغيتي. هذا 2950 درهم، 2950 درهم اونسومبل خفيف ظريف وصحيح وثمن مناسب. نحيد لكم هذا، نعطيكم واحد لونسومبل اخر عاوتاني اللي فيه حتى واحد البروموسيون واعره ديال لاغورميت ديال 2350 درهم اونسومبل كامل ب 47000 ريال. يعني هذا الشيء فقط عند مجوهرات غزه. نوريكم هذا لونسومبل ديال 2350 درهم، ها هو اونسومبل ب 2350 درهم 47000 ريال. فيه لي بوكل واعرين كيجيو لاصقين في اللبسه، البوندونتيف ولا باغ 2350 درهم 47000 ريال. هذا ب 47000 ريال لونسومبل كامل اللي كتكون ثلاثة ديال البياسات، يعني 47000 ريال ما هي ثمن جوج بياسات، وحده كتاخذها تقريبا فابور. هانتوما عندي هذا ديال الحلزونة وكلها شنو كيسميه داير ب 3200 درهم. كنعطيكم الثمن كنشوفكم في الحاجه قبل ما تشوفوها، ولكن بطبيعه الحال كتكون حاجه ان شاء الله زوينه وموديلات خفيفين للاستعمال اليوم. هذا ب 3200 درهم، 3200 درهم 320 ديال الاورو، 3200 درهم هذا لونسومبل 320 ديال الاورو. تا هو فيه الحلقات والبوندونتيف والخاتم، بغيتي شي بياسه منه ممكن، بغيتي جوج ممكن، يعني تاخذ على جهدك. حنا مع الدرويش اللي عنده يلبس واللي ما عندوش يلبس. كنتواجدوا في رقم واحد زق سموسكو وحده في ازرو، ازرو كتواجد في نواحي الاطلس المتوسط حدا مدينه افرن، كنبيعوا الدب 18 الكره وكنديروا التوصيل لجميع المدن المغربيه، يعني لا كوموند كتوصلك ما بين 24 ساعه حتى 48 ساعه ان شاء الله. نمشيو معاكم في لي زونسومبل الاخرين، عندي عاوتاني هذا اللي فيه واحد الثمن مناسب جدا ديال القلوي. حيت عاد كنعبروا من البنات عاد كنوريهم لكم 2100 درهم 42000 ريال، هذا 42000 ريال. مرحبا اختي مالك، كاين الموديلات اختي، كاين الايبيك كاين الشوبار كاين الموديلات زوينين. هذا 2100 درهم 42000 ريال 210 الاورو، موديل ديال الجلوي ثمن مناسب 2100 درهم 42000 ريال 210 الاورو. يعني بعض المرات ما كنقولش الاورو ما كنقولش الدرهم الريال، سمحوا لي. وعندي هذا 4200 ولكن شي حاجه وزنه، هذا ب 4200. اليوم دابا حنا راحنا غاديين في الحصه ديال لي برومو ديال لي زونسومبل، لونسومبل كيتكونوا بثلاثه البياسات، ولا بغيتي شي حاجه قل بغيتي غير التعليقه ولا بغيتي غير الحلقات ولا بغيتي لاباغ ممكن تاخذها. هذا 4200 درهم. مرحبا اختي انا غندوز لك الراتب راه ما نسيتكش. هذا ب 4200 درهم، 4200 درهم 420 الاورو 84000 ريال. يعني دابا الميزه اللي فهاد لي زونسومبل بلا لا بروموسيون، يعني ممكن تاخذ على قدك، تاخذ داكشي اللي بغيتي. عندي هذا ب 3400 درهم، 3400 درهم 340 الاورو، 3400 درهم 340 ديال الاورو هاد لونسومبل هذا. يعني بقاو جوج لي زونسومبل باش نساليو لي زونسومبل ونوريكم حوايج خرين. العصير الصابون بالنسبة للعرض ديال عصير الصابون لاباك وعصير الصابون راه ولات من جديد. بالنسبة لاباك راه مكانوش ها هما بالنسبة لاباك، ولكن أنا غندوزهم لكم غير صبرو، نحيد هادو باش ندوز لكم البروموسيون ديال عصير الصابون مع الخاتم ديالو.
صبروا نكمل لكم هاد لي زونستوبل، ما بقاوش بزاف، بقاو جوج بياسات، صبروا معايا فيهم باش الناس، حيت لو زونستوبل الخفاف ما كناش كندوزوهم، اليوم جات الفرصه. علاش بقى هاد لونسومبل هذا نوريه لكم ان شاء الله باش نمشي معاكم لحوايج اخرين. بالنسبه للناس اللي كتسولني على اللويز، اللويز عندي ولكن بيو، عندي اللويز ولكن بيو، ها هو ولكن عندي بيو، يعني ما نقدرش نعطي شي واحد الكلمه حيت عندي بيو. شي باش ما اضطريتش ما نوريه لكم، شي غير سولتوني عليه انا تاخذوا عليه فكره. هذا اللويز قديم 21 كرم، هذا كذلك قلت لكم 4200 درهم، 420 الاورو، 4200 درهم، هذا 84000 ريال، 84000 ريال. هذا الكارتي صف الكارتي وصف ديال الحجيرات ديال البنانة، جاي خدمة عصرية زوينة، استعمال يومي. الحجرات زعما راه بيان سي قلت لكم الحجرات كيكونوا بلا غارونتي، والميزة ان الاخرى الحجرات يعني كيكونوا غراتوي، المجوهرات غنزل لك في المدينة وطاحت لك اي حجرة اي وقت كتصاوب لك غراتوي. بالنسبه للخاتم ديال الخاتم والبلا ديال عصير الصابون، ها هما عصير الصابون القياس ديالو هو 6.5، ها نتوما القياس ديالو هو 6.5، ولا باغ فيها كنظن 1.9، جوج لا باغ فيها 2 سنتيم، وعصير الصابون فيه 6.5، هادو بجوج دايرين 500، الا خديتيهم بجوج ب 540 درهم للغرام، يعني موديل غزال عصير الصابون والثمن ديالو غيطلع واحد الثمن مناسب مع لاباك ديالو. غنعطيكم الجراماج ديالو مع الثمن، فيهم 20 غرام كيتقاموا ب 10800 درهم، هادو بجوج ب 10800 درهم، يعني كتاخذهم ثمن الجمله، هادو في الجديد 10800 درهم زائد توصيل مجاني والهديه من الفوق، يعني جلس في دارك حتى توصلك لا كوموند وعاد خلص غير 10800 درهم، وخذ النباله ديال عصير الصابون مع لاباك ديالها ب 10800 درهم اللي هي 1080 ديال الاورو، 1080 ديال الاورو. بالنسبه اللي كيسولني لويز، لويز ها هو ولكن تباع ب 3300 درهم الوحده، لويز تباع ب 66000 ريال الوحده، هذا قديم حر فروج وما ادراك ما الفروج، شدو كتشم في ريحه الجدود، يعني هذا عنده القرون. شوف كي مازال هذا 21 كار، هادو ب 10800 درهم لكم. اختي خديجه بغيتي شي بياسه دوز عندي الواتساب ومرحبا، يعني اللي بغى شي ارتيكل بوحدو ولا شي حاجه يدوز عندي الواتساب ونعطيه كل حاجه بالثمن ديالها. قولوا لي واش بغيتو نستمر لكم في لي غورمي د العنق، خليو لي في لي كومونتير واش بغيتو لي غورمي د العنق ولا ما بغيتوهمش، ندوزهم لكم. ندوز معكم الغورميطات ديال العنق باش ندوز لكم داكشي القديم. غنبداو لكم بهادي ديال الاس، فيها 17.6 غرام، 17.6 غرام، هذه الموديل ديال الاس، 17.6 غرام فيها محسوبه ب 540 درهم للغرام، كتجيك ب 9500 درهم. هاد لاغورميت ديال الاس مرقوشه 9500، هاد الاسات مرقوشين ب 9500 درهم، 950 ديال الاورو، 9500 درهم. هاد الكورميت ب 9500 درهم كتجي غزاله، ها انتما كيف كتشوفوا في اللبسه كتجي ما شاء الله فنه. عندي كذلك هاد السامبل، هادي منقوشه، هادي ماشي سامبل، هي زعما الموديل الرادكو سامبل،
فيه 22 غرام فاصلة 86 ب 540 درهم كيطيح 12350 درهم 12340 درهم بالضبط 12340 درهم غورميت مرقوشة غزالة ذهب حمر خلاص هادشي البلدي ضروري خصو يكون في الذهب الحمر باش كيبقى بالحلاوة ديالو وكيبقى عنده قيمة هادي مرقوشة غورميت على هادشي سامبل وهاد الجهة مرقوشة محسوبة للغرام ب 540 درهم للغرام كتقام ب 12340 درهم عندي ها هي وبالنسبة اللي بغى فرادكو سامبل الموديلات خير راه موجودين عندي خلاص هادي سامبل اللي كيعشق السامبل ها هو رادكو سامبل كاين اختي كاين دوزي عندي الواتساب كاين رادكو جات 15 غرام انا ندوزو لك هادي فيها هي هادي فيها 15 غرام فاصله 15.62 15.62 فيها 15.62 فيها هادي اختي كدير 8600 درهم البنت اللي بغات الكورميت ب 15 غرام ها هو 15 غرام وشي حاجه 8600 درهم كورميت غزال وما شاء الله باين في العنق يعني الا لبستي يعني الشوفه معمره العين معمره عندي هادي موديل ديال الجلبانه او ديال الويت يعني على حساب المنطقه شنو كتقولوا لها حتى هي كتجي عصريه وكدير فيها حتى هي اللويز لويز عمرها باللويز فيها 15 غرام فاصله 3 ب 8450 درهم 8450 درهم يعني بالنسبه للغورميطات راه موجودين البنات غنوريكم الغورميط اللي بغات شي حاجه في الغورميط تبع ليها غير تواصل معايا في الواتساب يعني بالنسبه للغورميطات خرين راه موجودين والميزانات كيختلفوا نحاول نحط لكم لي موديلات ديال الغورميت هنا واللي بغات شي ميزان اتصل بيا في الواتساب وتعطيني الميزان اللي بغات ونشوف الا متوفر ما متوفرش ندير معها واحد الوقيته يعني غنحاول نجمع لكم السيلات ديال الغورميت هنا هادي غورميطة البنات حتى الا بغيتو تاخدو شي صورة عليهم هادي غورميط كيشقشق الذهب الاحمر خدمة زوينة هادو غورميط ديال السامبل جلبنة او دلويت الاس سامبل منقوش البنات ما كرهتش تخلوا لي قبل ما نبدا لكم دابا المستعمل غتخلوا لي في لي كومونتير كل واحد مي كيشاهد المدينه اي شكون المدينه مسيطر على اللايف ديالو يلا نعرفوا المدن اللي كتفرج دابا في اللايف يلا خليو كل شيء كومونتي شنو المدينه كتشاهد اللايف باش ان شاء الله نحيد هادشي ندير لكم المستعمل يلا خليو لي في لي كومونتير كل واحد شمن مدينة كيشاهد اللايف ديال اليوم يلا باش نبدا لكم ان شاء الله دابا المستعمل باش نجبد لكم المستعمل دوك البياسات اللي مازالين في المستعملين نقرا اول مدينه شو بنات كلشي بغيت كومونتي ما خسرتو والو كومونتي وعطيونا لي لايك باش نبدا لكم القديم يلا ما كانش وصلوا ل 200 باش نبدا لكم المستعمل انا بقرا لي كومونتير ديالكم شي شويه ما شاء الله شكرا لكم بزاف شكرا للبنات اللي كومونطاو وما قريتش الكومونتير ديالهم كنعتذر كيف ديما المدينه الاقتصاديه الدار البيضاء دائما متوجده الجاليه المانيا مرحبا طنجه كازا
مرحبا بالجالية قنيطرة إيطاليا فرانكفورت كازا مكناس مرير ستات. يلا البنات كلشي كومونتيش من المدينة كيشاهد اللايف، نعرفو شكون بغيت نعرف هاد النهار شنو المدينة اللي غالبة على اللايف. كازابلانكا طنجة يعني أزرو الرشيدية، حنا كنتواجدو خلاص في مدينة أزرو في أطلس المتوسط برشلونة. يلا ناس فرنسا شكون مكاينينش معانا، بروكسل مرحبا أختي. يلا ناس الشمال وناس كازا حاليا هما اللي عدد كبير اللي كيشاهدوا اللايف. يلا زيدوا بارطاجيو وصلوا ل 200 باش ندير لكم القديم. هاد الفقره دابا كدوز ديال الذهب المستعمل. مرحبا اختي، ضروري اللي سبق في الواتساب شنو راك جوج شروط باش تستافد من المستعمل. الا كنتي بارطاجيتي معنا اللايف بزاف وكنتي من الناس اللي سكرينا وصيفطنا في الواتساب، يعني داكشي راه كيمشي بالتفاصيل يعني بالوقت، يعني راه ما نكذبوش عليكم، يعني لا سبق شي واحد راه سبق، راه نعطيوك بالتدقيق. يلا غنبدا لكم الى بارطاجيتو معايا بواحد السريتلا في المستعمل. غنحاول توصلوا ل 200 باش نجبد لكم واحد هذاك السريتلا اللي قلت لكم غندوز لكم في المستعمل. واحد الثلاثية عندي في المستعمل كنت بغيت نبيعها واحد واحد، من هنا باغي نبيع لكم غنبيعهم مجموعين. هانتوما على تبارك، هادي مستعملة، هادي ثلاثية بلدية مستعملة، هادي قديمة الذهب المستعمل. هاد كازا مازال مدينة كازا مسيطرة، الجهة الشرقية غبرتو علينا بزاف، أكادير مراكش مكاينينش، ومراكش ديجا فيهم الأمانة فيهم مكنصيفطولهاش بزاف حيت كيكون فيها المشكل صحاب أمانة. هانتوما عندي هاد الثلاثية في المستعمل، هادي في الذهب المستعمل، هانتوما كيف كتشوفو هذه قديمة والثمن ثمن فيها جد مناسب. نعطيكم الجراماج ديالها وعاد نعطيكم فيها 23 غرام فاصلة 4، هذه فيها 23 غرام فاصلة 4. نتأكد لكم مزيان باش نمشيو باش نمشيو كلشي امور هي هذه فيها 23 غرام فاصلة 4. هاد السريتلا اللي فيها 23 غرام فاصلة 4 الثلاثية اللي في الذهب المستعمل في القياس ديالها هو 5.8 حتى 5.9 كيف كتشوفوا. الناس اللي عاد دخلوا جداد مرحبا بكم، عند مجوهرات غزة عند زكريا اللي اختصاص ديالنا هو بيع الذهب 18 كرة وتوصيل لجميع المدن المغربية، وكل ارتيكل خديتي عندنا والا كتكون عندك هدية على الثقة اللي كدير فينا، وكنزيدوك لا ليفريزون غراسوي توصيل حتى للدار فابور، يعني فقط كتخلص ثمن لا كوموند. ما تنساوش أن تدعمونا في فلاشين يوتيوب، راك هاد لا فيديو راه كيبقى لايف كيبقى مونجستري في فيسبوك، وكنحطوه في فلاشين يوتيوب اللي هي فيها لاباج ديالنا مجوهرات غزة عين زكريا، وفي الانستغرام في الانستغرام راه كيتحطوا دي موديل واعرين. اللي بغات شي حاجه في هاد اللايف ما عليها غير تصيفط لنا في النمره ديال 0621 24 0 2. قلت لكم هاد السلسله يعني مازال قلت لكم كلشي معلومات وما قلت لكمش الثمن ديالها، فيها 23 غرام فاصله 4، الثمن الغرام ديال الثمن باش حاسبينها الثمن خيالي 460 درهم للغرام، 460 درهم للغرام، 9200 ريال للغرام، كتقام ب 10760 درهم، هي 10750 درهم، 10750 درهم هاد السريتلا هادي الثلاثية، الثمن الغرام ديالها هو 9200 460 46 أورو للغرام، 460 درهم للغرام، فيها 23 غرام فاصلة 4، في القياس 5.8 حتى 5.9، غنتأكد باش هادو كيتباعو بثلاثة البنات، حيت إلا بغيتي تاخد جوج راه غيتحسبو لك ب 470 درهم، بغيتي تاخد واحد راه غيتحسبو لك ب 480 درهم، يعني أنت اختار اللي بغيتي، حنا راه ندير معاك المساعدة اللي بغيتي، 5.8 في القياس، هادو في الذهب المستعمل، داك ليبرا كاينين في الجديد أختي مكاينينش في القديم، هادو في الذهب المستعمل هاهوما نحطهم لكم نخليهم هنا حتى اللي بغاهم. واحد لي سوليتير كنت دايرهم نوريهم لكم صراحة الله، ولكن حتى النهاية ديال اللايف
غندوز لكم نجمع لكم دوك البياسات المستعملين. عندي هذا هاد السوليتير الواعر، شوف تبارك الله ما شاء الله على عش فيه كي داير ملكي. هذا في الذهب المستعمل 400، يعني الذهب المستعمل ماشي مضروب بالراس، لا الذهب المستعمل يقدر يكون جديد. الله يحسن العوان كاين دايبيلي تزيرو كيبيع البياسه ديالو، حنا كندوزو في القديم. والا حنا ما حنا واخا هي نقيت جبدات من الفيترينا، ولكن لا حنا نعطيوك القديم. القديم راه قديم، شريناه يعني مصداقيه، الذهب خصك تكون المصداقيه. هذا 480 درهم للغرام، 9600 ريال للغرام. في القياس ديالو فيه كان فيه 1.17، 45.17، الا ضربتيها في 480 درهم كيتقام ب 2480 درهم. 2480 درهم هذا الثمن ديال القديم 9600 ريال للغرام. القياس كنظن فيه 1.9، 1.8 في القياس، 1.8 حتى 1.9. عندي هذا اللي وقع لينا عليه المشكل ذاك النهار، ها هو مازال ب 1700 درهم. الناس اللي ما خداوش كنعتذر منهم، اللي قلت لكم تبع 1700 درهم، هذا قلت لكم ذاك النهار خديتهم 1500 درهم، اللي بغاتهم 1700 درهم. ها هي عفوا قلت لكم خديتهم 1000 تقريبا ب 1700 باش غيطيح، باغا غنصاوبو لكم غنغسلو غير تقريبا. هذا بحال غير غنتسخرو معاك فيه. ذاك النهار كوموندو عندنا الناس وعطاتنا السيده الكلمه ساعه كذلك، ما وفاتش بالكلمه وصدقنا بحال هكا نكذبوا على الناس. هذا الخصم راه هو رجع، اللي بغاه يتصل بإسرت لي في الواتساب، نمرة الواتساب 0 21 24 02. 1700 درهم هذا الخاتم هذا في المستعمل، القياس فيه جوج. ويا اختي راني يعني قلتها حنان، قلت تباع السيده دارت لي الغر، يعني انا قلت لكم يعني اكثر من 40 واحد طلبوا لي وقلت لهم راه تباع، مي ها انتم يعني انا اضطريت نجبدو حتى اللايف جي ما كراتش. اللي عجبو يصيفطوا لي في واتساب، نمرة الواتساب 0 21 24 02. عندي هذا دلويزه حتى هو قديم، داير 500 درهم، لويزه ديال 18 الكرام، هذا ب 500 درهم 10000 ريال. الثمن الحقيقي ديالو كيدير 600 درهم للغرام، عند مجوهرات غزه ب 500 درهم ومازال جديد، يعني هذا مازال جديد. ها هو يعني السيده قالت لي كان كيجيها في يديها كبير وخدات واحد صغر منه في لافون. 500 درهم للغرام، القياس ديالو هو 1.9، 1.9 الغراماج ديالو، الغراماج ديالو هو 5.51. إلا ضربتيها ب 500 درهم كيطيح ب 2755 درهم، 2755 درهم هي 275 ديال الأور. خاتم ديال لويزا ديال 18 كرة في المستعمل. مرحبا أختي زينب، مرحبا بالناس إفران. عندي هاد المارياج هذا، عندي هاد المارياج هذا ب 460 درهم الغرام، 9200. مازال عند مجوهرات غزة الدب ب 9200 ريال، ومازال ب 9000، ومازال جميع الأثمنة تلقاها يعني في الدب. هذا ب 460 درهم، 9200 الغرام، القياس ديالو هو 1.8، الغراماج ديالو 4.45. إلا ضربتيها في 460 درهم كيتقام ب 2050 درهم، هذا ب 2050 درهم، والتوصيل مجاني والهدية. يعني هذا تقدر تشري، كتشري غير الدب، كتشري غير زينه وخزينه كيف كنقولوا، يعني كتخبع فلوسك فيها. ما جديد راه تشريه بالموديل وغتشريه كيتراو كيتجاوز 8 600 درهم، موديل عصري غزول، يعني ماشي دوك الموديلات اللي مطليين. عندي هذا ديال البنانة، عندي عدد البنانة فيه جوج الغرام فاصلة ثلاثة ب 1100 درهم، جوج الغرام فاصلة ثلاثة ب 1100 درهم، جوج الغرام فاصلة ثلاثة ب 1100 درهم، 22000 ريال. الناس اللي مقبلين على الزواج بغاو شي خاتم على قد الحال وزويون، ها هو جوج فاصلة ثلاثة يعني جوج الغرام ونص تقريبا ب 1100 درهم، والتوصيل مجاني. خويتي بدل البنانة أنيق، غير هو دورة صغيرة، هو دورة صغيرة يعني مازال كيتغسل، كيتصيفط لك نيو جديد، هذا غير هو دورة صغيرة 1.6 اللي ديدا الصغار. ها لاباك ديالكم بثمن مناسب وصحيح 1100 درهم. عندي هذا فيه 2.14، 1100 درهم حتى هذا، حتى هذا في الذهب المستعمل فيه 2.14، طيحين له شي حجرات دابا نصاوبوهم. حتى هو كذلك قياس صغير كيدير 1100 درهم حتى هو.
يعني هاد بعض المرات شي هاد البيسات الصغار البنات راه كنوري لكم ما كنربحوش معاكم فيهم، يعني غير باش ولفنا ندوزو لكم القديم، يعني كنوريكم كلشي صغير كبير اللي عندنا كندوز لهم. 1.7 هذا 1100 درهم والتوصيل مجاني، جديد غادي تاخذوا ب 1400 درهم هاد لاباكات. يعني البنات بارطاجيو هادي فقره ديال الذهب المستعمل اللي كانت نصيب ديالو شي حاجه كيكون بارطاجي معنا اللايف، و كيكون بارطاجي اللايف وكيكون سباق السكرين وصيفط عندنا في الواتساب. ما غاديش نقدر نقول لكم نكذب عليكم نجاوب كلشي لا، ولكن كنتمنى نجاوب العدد الكبير، واللي ما جاوبتوش اليوم غدا ان شاء الله ونجاوب. يعني غنشوف الا مازال عندي شي حاجه في المستعمل، وعاد غندوز لكم واحد لي سوليتير. قرا شويه ديال الكومونتير ديالكم. البراسليه ديال الكليبر ما عنديش اختي سمحي لي، راه سولتيني ما مره ما جاوب ما عندي السا. بالنسبه للناس اللي كتسولني بعدا او نسيتكم كنسيتكم واحد الحاجه واعره، الناس اللي كتسولني على الجوهر، الجوهر اللي بغيتي دير فيه اللويز الحور اللي كيولد، ها هو ها اللي كيولد هو اللي كتلقى هاد الريوسه خارجين له، هذا كيدير 100 درهم الخيط، 100 درهم الخيط، يعني هذا كيدير 100 درهم الخيط، فيه العدد الكافي ان شاء الله لكل شيء. هادو الناس اللي كتبغي دير لويز، ها هو هذا الجوهر القديم اللي بغاه، ها هو 100 درهم الخيط. يعني الا خديتي 5 لا ليفريزون غراتوي، الا خديتي 5 د الخيوط كتكون لا ليفريزون غراتوي. عندك هذا وعندك هذا، هذا كيدير المهم الجوهر القديم هذا كله كيدير 1100 درهم، هذا كي بحال هذا 1100 درهم، هذا هذا 1000 يا ربي عفوا 100 درهم، هذا 100 درهم الخيط، خيط تقريبا كيكون فيه 40 42 سنتيم، هذا تقدر دير فيه لويزه تقدر دير فيه اي حاجه. هذا الجوهر الحر 100 درهم الخيط، اللي بغى الجوهر الحر راه متوفر عند مجوهرات غزه. وعندي حتى هذا، هذا ماشي جوهر عقيق، اللي بغى يديرو في اللويزه كيجي واعر في اللويز. المهم كنهضرو على انا حتى هذا كيدير 100 درهم الواحد، هادي جوهر قديم حر 100 درهم الخيط، الا خديتي 5 كيكون التوصيل عندك مجاني، خديتي اقل من 5 يعني كتزاد عليك 50 درهم ديال لا ليفريزون. ها هو الجوهر الحر غير كلها، هذا الجوهر في شكل وهذا في شكل، المهم كله مقدام. ها هو الجوهر اللي بغاه ها هو موجود، خليه لكم في الصوره باش تشوفوه. يعني شنو اللي نشوف لكم شي حاجه اخرى في المستعمل، غنشوف الا مازال عندي شي حاجه في المستعمل ندوزها لكم. بالنسبه للناس اللي كانوا كيسولوني على بعدا الشوكه ديال النقره، جبتها جبت لكم وحده او جوج زويونين الخدمه. عندي هاد الشوكه هادي البنات دايره 500 درهم 10000 ريال والتوصيل مجاني زائد الهديه. هذه الشوكه ديال النقره مشلله ب 500 درهم 10000 ريال والتوصيل مجاني زائد الهديه. شوكه ما شاء الله ملكيه مع البليليطات خضر كيحمقوا، والحجيرات اللي شبه روزا، ماشي روزا ولكن شبه روزا، المهم كيبانوا في الشوفه بحال الروزا. كاينه الرادكو القديمه، لا الرادكو ما عنديش اختي شي حاجه في المستعمل، الرادكو عندي في الجديد المستعمل ما عنديش. عندي هاد اللي بغاسلي ثلاثه، هادو حتى هما غنحسبهم لكم ب 500 درهم الغرام، فيهم 15 غرام فاصله 75. الثمن ديال اللويزات اللي في الجوهر، اللويزات خصني تباعو، اللويزات راني قلت لكم اللويز راه تباع، يعني غير وريت لكم باش تاخذوا فكره، اللويز تباع ما بقاش. غنوريكم واحد لي باغ وقولوا لي الا عجبوكم غنعطيكم لي بخي ديالهم. هادو في الجديد، هادو في الجديد، يعني القديم انا مازال كنشوف لكم، الا بانت لي شي حاجه راه ندوزها لكم في القديم. هادو لي باغ لي سوليتير غزالين، ها هما شوفوهم الا عجبكم شي واحد دوز عندي الواتساب نعطيكم الثمن ديالهم. هادو لي سوليتير الا عجبكم دابا شي واحد خليو معايا فهاد الفقره دابا لي سوليتير، اللي عجبو شي واحد فهاد لي سوليتير يتصل بيا في الواتساب ولا دابا يقول لي بنعبر لكم شكون اللي عجبكم، ركزوا معايا باش تعقلوا باش نجاوبكم. هذا رقم واحد، هذا رقم جوج، ثلاثة، هذا رقم أربعة، هذا رقم خمسة، هذا رقم ستة، هذا رقم سبعة، هذا رقم ثمانية.
الا عجبو شي واحد فلي سوليتير يخليها لي في الكومونتير دابا باش نعبروا لهم. هادو جدادين خلاص، ولكن سوليتير غزالين كيحمقوا، يعني ماشي بالضروره تكون مجوج باش تلبسو. قلنا واحد جوج الرقم ربعه كتهضري عليها هذا اختي. هادو كسولتوني على ثلاثة وربعة، مرحبا نعطيكم ثلاثة وربعة. وعندي هذا خلاص عرفتوا هذا الموديل، هذا إلا اللي جاوبتوني على ثلاثة وربعة بعدها وما سولتوني على ثلاثة وربعة ديري 1300 درهم، ولكن موديلات حجيرات ما كيطيحوش، مخدومين مزيان صح صحاحين لا فينيسيون ما شاء الله، 1300 درهم توصيل مجان ديال 3 و 4. هادو اللي بغات شي واحد اخر سكري ليها وصيفطوا لي في واتساب. واللي بغى الثمن ديال هذا الغزال عاد جبناه داير 800 درهم، 800 درهم 16000 ريال كيجي غزال. قلبناه هانتوما كيجي في اللبسه كيدير 800 درهم 16000 ريال، 80 ديال الاورو. هذا 16000 ريال 800 درهم، غنزيد كنفتش لكم على شي حاجه في المستعمل. عندي براسلي خلاص ما يصلحش حيت هو كل شويه العصا. غنوريكم واحد خويت مات ب 480 درهم. يلا عندي هاد لي باك حتى هما في المستعمل ب 480 درهم. هادو في المستعمل يلا ثلاثه د الخواتم صحاح ب 480 درهم من الغرام 9600. يلا فاش بغيتو غير المستعمل نزيد نوريكم المستعمل. غنبداو لكم هاد الخواتم المستعملين في هذا 3 غرام فاصله 9. هذا فيه 3 غرام فاصله 9 مضروبه في 480 درهم كيتقام ب 1870 درهم، 1870 درهم، 1870 درهم وتوصيل مجاني. الثمن الغرام 400 9600 درهم خاص مصحيح، ممكن يتنقص ممكن يتزاد على حسب القياس ديالك. الى بغيتي هاد الخاتم عليك غير تبارطاجي معنا اللايف وتكون سباق للسكرين وتصيفطو لنا في نمرة الواتساب اللي هي 06-21-24-02. عندي كذلك هذا في المستعمل نعطيكم الغرامات ديالو، 4.3 غرام، 4.3 غرام ب 2060 درهم، 2060 درهم الخاتم الثمن الحقيقي كيدير 2800 درهم، غتولي تاخذو ب 2060 درهم. وشوف على فينيسيون دوبل تبارك الله صحيح، يعني خدم به شقى به 2060 درهم. هذه فقره ديال البلاد اللي غادخلو جداد، هذه فقره ديال الذهب المستعمل كيكون دوزيام ما كيكون ناقص في الثمن على الثمن الجديد، يعني الذهب ديال زينه وخزينه، يعني كتشريه وكتخبع فيه كتلبسو حتى كتشبع وكيزيد لك الثمن. هذا فيه 3.83 غرام، حتى هو كذلك صحيح دوبل غليظ من التحت، 3.83 غرام كيدير ب 1850 درهم، 1850 درهم. لا براسلي كراش في جديد اختي، مازال ما خداوش في جديد، عاد يلقاوه في القديم ما تلقاش اختي براسلي الكراش في القديم حاليا، هادو ديال الشركة. هادو ب 480 درهم الغرام خواتم في الذهب المستعمل، ولكن ما تسماش الذهب المستعمل، يعني خواتم جدادين نقيين ضريبة ما فيهمش. غادي نكون واقيلا تكون نهاية اللايف هنا غادي تحبس. دوزتكم هادشي اللي خدات ندوزلكم، دوزتكم سميتو الجوهر، دوزتكم هادي ديال النقرة، دوزتكم الجوهر، دوزتكم الرويال لويز خلاص تباع القديم، الرويال دوزتكم لي غورميت، دوزتكم البراسليات مستعملين ثلاثة، دوزتكم عصير الصابون بالخاتم ديالو، دوزتكم هاد لي غورميت ديال اليد، ودوزتكم هاد لي زونسومبل اللي كانوا فيهم بروموسيون، وهاد لي براسليات ديال ثلاثة. هذا الهادشي البنات اللي كاين. نتمنى نسمعوا اخر كلمة عندكم قبل ما يتسالى اللايف ديال اليوم. بغينا كيف جاكم اللايف ديال اليوم، وشنو الحوايج اللي عجبوكم، شنو الحوايج اللي ما عجبوكمش،
ونتمنى يكونوا الكومونتير ديالكم مشجعين ولا الناس اللي عجبها اللايف ما قدرش كومونتي ما عليها غير تعطينا قلوبه باش نعرفوا اللايف ديال اليوم عجبكم وكانوا فيه الميزات زوينين يستاهلوا البارطاج ديالكم ولي جيم ديالكم ما تنساوش تدعمونا البنات بلي بارطاج ديالكم البارطاج راه فضلا وليس امرا هو فضلا هو حاجه زوينه كتهديوها لنا وحنا كنخدموا لكم الميزات وبروك عواشركم ان شاء الله نتلاقاو في اللايف الجاي ان شاء الله يكون في الدخله ديال رمضان في البدايه ديال رمضان ان شاء الله يكون لايف غنحاولوا تختاروا معنا في لي كومونتير خلوا لي في لي كومونتير اي وحده قالت تخلي في لي كومونتير الوقت اللي يناسب في رمضان شنو هو الوقت اللي يناسبكم باش نديروا لكم اللايف نقرا لي كومونتير ديالكم الزوينه اللي كتشجعني على ديما على الجديد براسلي وان شاء الله من دابا للفوق غادي نولي نكثر لكم الميزات في هذا رمضان هذا ان شاء الله هذا رمضان بغيت كلشي يلبس القديم الناس اللي بعض المرات ما سولتني 400 وكثر وما كتكونش من النصيب ديالها واحد البياسه ماشي خصني كنحيدوها كلها ولكن كتباع دغيا ان شاء الله غادي يكونوا في رمضان غنولي نشري القديم بزاف ان شاء الله كيف قلت لكم ان شاء الله كلشي غيستافد في رمضان مع المستعمل وعواشركم بروكا كاملين تهلاونا في راسكم لا فامي مجوهرات غزه تصبحوا على خير امسيه سعيده